أخبارنا إيه الليلة؟ مصر تقترب من الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي، ربما القرض النهاردة أو بكرة بكتير يتم الموافقة عليه. البنك الدولي، إصلاحات مصر الماضية اللي اتخذت من 2016 ساهمت بحمايتها، حماية مصر من الأزمات. ده البنك الدولي اللي بيقول مش احنا. المستشار الألماني مستشار شولتز، مشروع القطار الكهربائي في مصر يسهم في التنمية المستدامة، دي شهادة بتاتي إلينا. مهندس طارق المولى وزير البترول في قبرص، منتدى شرق المتوسط بيقول احتياطيات الغاز بشرق المتوسط يمكنها المساعدة بالحفاظ على أمن الطاقة الأوروبي. البنك الدولي، صدمة الطاقة والغذاء ستستمر حتى 2024. وزير المالية البريطاني اللي تعين النهاردة، سنزيد بعض الضرائب وسنتخذ قرارات صعبة، بكلمك على بريطانيا، قرارات صعبة لاستعادة المصداقية. تونس، الرئيس قيس سعيد النهاردة في يعني احتفالات تونس النهاردة قال لك تونس تتوعد بطرد الخونة وعملاء الخارج. تصريحات بايدن عن نووي باكستان تفجر أزمة وإسلام أباد تستدعي السفير. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال لك إنه باكستان عندها يعني هتكون أخطر دولة في العالم، واحدة من أخطر الدول في العالم لأنها تمتلك أسلحة نووية، وده عامل مشكلة كبيرة جدا لباكستان مع أمريكا بعد هذه التصريحات. الصين لا تستبعد اللجوء للقوة لحل مشكلة تايوان في حالات محددة. ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم فحم في تركيا ل 41 قتيلا، ومصر تعزي تركيا. دي يمكن ارجع لي معلش يوسف الخبر اللي فات، معلش 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 معلش، حصل ده امبارح الانفجار ده، وطبعا منجم على يعني عمق حوالي 300-350 مترا، حصل زي ما قال طبعا في انفجار، طبعا خسائر زي ما احنا بنشوف، ضحايا قتلى كتير، ورئيس تركي راح طبعا المكان، وده يمكن تاني أسوأ حادث تتعرض ليه تركيا، وأسوأ حادث كان عام 2014 لما قتل حوالي 300 واحد أيضا في انفجار أحد المناجم في تركيا. البريطانيون، خلوا بالكم عشان الشتاء، البريطانيون عاملين إيه؟ البريطانيون يشترون المولدات والملابس الثقيلة خوفا من انقطاع الكهرباء.